بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الموضوع الأخير في الفصل الثاني اللي هو الثيرمال ستريس. It is well known that change in temperature. يقول يعني من المعروف أن التغيرات في درجة الحرارة cause bodies تسبب للأجسام to expand or contract. تسبب انه هذه الاجسام يا اما تتوسع يا اما تتقلص. The amount of linear deformation, كمية هذا التشوه, الدلتا تي being expressed by the relation, انه هذا التشوه اللي ينتج عن طريق الجهد الحراري يمكن ان نعبر عليه بالعلاقة الاتية, انه الدلتا تي تساوي ان الالفا في الال في التي اف ناقص تي اي, ممكن أنا أعوض عن تي اف تي اي هي نقول عنها دلتا تي, يعني أن التغير أو الدلتا تي في التغير في التشوه الناتج عن درجات الحرارة نعبر عنها بطريقة الألفا ال في الدلتا تي, والدلتا تي اللي هي تي اف ناقص تي اي. طبعا عفوا الألفا اللي هي the coefficient of linear expansion, هذا هي معامل التمدد اللي يمكن نعبر عنه بوحدة المتر في متر على بوحدة المتر على المتر في الدرجة سيليزية, والـ L اللي هو الطول, والدلتا T اللي هو قلنا التغير في درجات الحرارة, حيث ان TI هي الـ Initial Temperature والTF اللي هي الـ Final Temperature مقاسة بالدرجة السيليزية. طبعا طلاب عندنا هنا ممكن نقول نتبع ثلاث خطوات في حل هكذا مسائل. الخطوة الأولى يقول لك imagine the structure, انه تخيل انه هذا التركيب relieved of all applied loads, انه هذا الجسم او التركيب انه محرر من كل الأحمال والقيود, حتى هذه درجة الحرارة يمكن التشوه الناتج عن درجة الحرارة يحدث بصورة حرة. يعني انه تصور ان هذا الجسم او المركب خالي من القيود والمقيدات, حتى تخيل انه هذا شنو راح يصير عند شنو التشوه اللي راح يصير بهذا التركيب او الجسم, يعني وتتخيل انه هذا التشوه راح يحصل بصورة حرة جدا, وترسم هذه التشوهات كأنما على ورقة او ترسمها ببالك حتى تعرف انه كيف تحل المسألة. يعني تفرض انه هذا الجسم اللي عندك خالي من القيود وتتخيل التشوهات اللي ممكن تصير به. اثنين, now imagine sufficient load applied to the structure to restore it to the specific condition or restraint. بعدين يقول لك تخيل انه هذه الاحمال المسلطة على التركيب راح تكون كافية انه تعيد هذا الجسم للوضع الاصلي اللي قبل التشوه. يعني هسه نخيل الحالة الأولى, نتخيل انه هذا الجسم خالي من القيود ومن الأحمال, وانه التشوه راح يصير بصورة حرة وترسمها على مخطط. بعدين راح تتخيل انه هذه الأحمال المسلطة هي كافية حتى انه تعيد هذا التركيب او هذا الجسم الى الوضع الاصلي والشروط الاصلية اللي كانت بها المقيدة للجسم. الحالة الثالثة يقول اذا the geometric relation, انه العلاقة الهندسية بين درجة الحرارة والتشوه الاحمال بالمخطط يمكن ان تعطينا معادلات. هذه المعادلات اللي تخيلتها من الحالة الأولى والحالة الثانية يمكن أن نستخدمها ونحلها بطريقة الستاتيك إكوليبريم, يعني حتى نوجد القيم أو الكميات الغير معروفة. هذه النقاط الثلاثة راح نعرف شلون نطبقها على الأمثلة والمسائل حتى نعرف شلون نحل. ناخذ مثال, عندنا مسألة 258 يقول عندنا ستيل رود, عندنا هذا ستيل رود طوله 2.5 متر is girt by two walls. فهذا الرود اللي طوله 2.5 is secured between two walls, مؤمن بين حائطين, يعني هذا
الكياب الرود مال الستيل مؤمن بين هذا الوول وهذا الوول secured between two walls. If the load on the road is zero, إذا كان الحمل المسلط على هذا الرود أو الكيبل هو صفر عندما كانت درجة الحرارة 20 درجة سيليزيوم. Compute the stress between the temperature drops to minus 20 درجة سيليزيوم. يعني هنا يقول إيش قد الإجهاد عندما تهبط درجة الحرارة إلى الماينس، يعني عند صار تغير درجة الحرارة من 20 المن للماينس 20. The cross section area of the road هو 1200 ملم مربع ومنطيني الألفا 11.7 وكذلك منطيني الإلاستيكتي اللي هي معلومة assuming أولا that the walls are rigid إن الجدران هي صلدة ب that the wall spring together at total distance of 0.5 يعني إنه راح يصير هنالك فراغ بين الجدران بالحالة الثانية عندما تهبط الدرجة. إذا أول مرة راح نفرض إن الجدران صلدة ما راح يصير عندنا تغييرات، بينما بالحالة الثانية راح يصير عندنا فتنس. هنا مثل ما قلنا راح قلنا نطبق الخطوات بارت A. Imagine حتى نجي نشتغل على الجزء الأول من السؤال، شو نقول؟ Imagine the road is disconnected from the light. أول شيء راح نفرض إن إحنا مو قلنا هذا الكابل موجود بين هذا الحائط وهذا الحائط، راح نفرض انه من جهه اليمين انه هذا الكيبل ما مربوط. وش حكي؟ راح نفرض انه الكيبل من جهه اليمين ما مربوط. temperature deformation can then free occur، اذا معناها التشوه الحراري، بما انه هذا الحائط ما مربوط اذا التشوه الحراري راح يصير بصوره حره. مثل ما قلنا اذا اول مره قلنا نتخيل انه الجسم خالي من القيود والمقيدات حتى نقدر نتخيل انه الثيرمال ديفورميشن يحدث بصوره حره. لذلك فالهبوط في درجات الحراره راح شو يسبب؟ ها الهبوط راح في درجه حراره راح يسبب شنو؟ تقلص الكيبل. يعني الكيبل بما انه كان هنا بسبب تقلص درجات الحراره راح يتقلص الكيبل لهذه الطريقه. اذا هذه هي دلتا تي. الدلتا تي هو يعني التشوه الحراري اللي هو سبب انه الكيبل راح يتقلص من هذا المكان الى هذا المكان وبفعل هذه القوه في الناتج عن درجات الحراره. To attach the rod to the wall advantage occur. ها العفو، هنا أنا حتى to reduce the اذا طلع بعد ما تخيلنا قلنا انه هذا الكيبل حر من جهه اليمين وبفعل هبوط درجه الحراره راح يحدث التشوه الحراري بصوره حره. اذا راح قلنا راح يتقلص الكيبل، الكيبل كان مربوط هنا بفعل التشوه الحراري راح الكيبل يتقلص ويوصل لنا اللي هنا وراح يشطينا هذا راح يعطينا دلتا تي اللي هو التشوه الناتج عليه من عن درجه الحراره. زين حتى نعيد الكيبل لهذا الوضع الاصلي لازم هنا نسلط قوه بي قوه سحب. هذه القوة السحب هي اللي راح تعيد المن الكيبل المن الى وضعه الاصلي حتى يصير عندنا من هذا التشوه اللي هو الدلتا بي. اذا هذه الخطوه الاولى نعتبر ان الكيبل حر فيتقلص وينتج لنا دلتا تي. الخطوه الثانيه نسلط الاحمال او نعيد الاحمال حتى نتخيل انه اكو حمل راح يرجع الجسم المن الكيبل الى حالته الاصليه فينتج لنا عنه الدلتا بي اللي هو التشوه الناتج عن هذه قوة السحب. إذا لازم يكون إنه دلتا تي هو نفس دلتا بي، لأن هذا التشوه الناتج عن الحرارة عن الهبوط الحرارة أدى إلى التقلص. هذه القوة بي راح اللي هي قوة سحب راح تسبب لنا إلى عودة هذا الكابل المن إلى طوله الأصلي. فمعناه إنه هذه الدلتا بي هي نفسها دلتا تي العفو هي نفسها دلتا بي. إذا هنا لما نطبق قانون التشوه الحراري الدلتا تي راح يساوي لنا السيجما في ال ويساوي لنا الدلتا تي العفو السيجما في ال في الدلتا تي استغفر الله العفو طلاب اعتذر الدلتا تي راح يساوي لنا الالفا في ال في الدلتا تي الالفا في ال في الدلتا تي. هذا قانون هو التشوه الحراري اللي عندنا. وبالتالي
هذا الالفا في الالف الدلتا تي، هذا التشاور الحراري. نقدر نقول نسوي له قانون ثاني انه الدلتا تي هو اتش هاد، وبالتالي الاتش هاد هو شو يساوي لنا؟ البي في الال على الاي اي، مو البي في الال على الاي بي اللي هو نفسه هذا اتش هاد. اتش هاد اللي قلنا اللي راح يعيد هذا الكيبل الى الوضع الاصلي، فهذا الدلتا تي هو نفس الدلتا بي. الدلتا بي هذا الاتش هاد الناتج عن درجه الحراره وتغير في درجه الحراره، هو نفس الاتش هاد الناتج عن قوه السحب اللي راح تعيد الجسم الى الوضع الى المكان الاصلي او الى الوضع الاصلي. وبالتالي احنا الدلتا تي هي شو يساوي لنا؟ الالفا في الال في الدلتا تي، بينما الدلتا بي هي ال P في ال L على ال A في ال E. إذن هاي ال P على ال E نقدر نعوض عنها بالسيجما، إذن صارت هذه المعادلة P L على ال A E صارت سيجما في ال L على ال E. إذن هسه هذه المعادلة نساويها، وهذه المعادلة راح نحصل إنه السيجما يعني وسطين في طرفين، طبعاً ال L وال L راح يقتصر، إذن السيجما راح شو يساوي لنا؟ ال E في الألفا في الدلتا تي. ال E هي 200 نضربها في 10 أس 9 حتى نحولها من الجيجا لنيوتن، و الالفا هي 11.7 نضربها في 10 اس ناقص 6 حتى نحولها من المايكرو نرجعها للمتر، فنضربها في 10 اس ناقص 6، وعندنا الدلتا تي هو عندنا 20 درجه سيليزيه هاي الانيشال، وعندنا الفاينل اللي هي ماينس 20، وبالتالي راح يصير 20 ماينس ماينس 20 راح تساوي لنا 40، وبالتالي راح نحصل انه لانه هذا السيجما راح تساوي لنا 93.6 في 10 اس 6 نيوتن، او نقدر نكتبها بطريقه 93.6 عفوا ميجا نيوتن على المتر المربع. خلصنا منها من المطلب الاول اللي هو المطلب كان شنو كمبيوتر الاتش هاد اللي في حالة انه فرضنا انه الجدران صلم. هسه نجي من الحالة الثانية، طلعنا الاتشاد بالحالة الاولى، نجي للاتشاد بالحالة الثانية. يقول when the walls spring together figure below show that the free temperature contraction is equal to the sum of the load deformation and the yield of the walls. يعني شنو؟ يعني قلك ان هذه الجدران يعني when the walls جدران spring together انه تنسحب او تنسحب باتجاه البعض. هنا أنا مثل ما جاي نشوف انه هذا الجدار يعني كانما انجذب باتجاه الجدار الثاني. show that the free temperature contraction is equal to the sum of the load deformation and the yield of the walls. يعني انه هذا التشوه الكامل، هذا التشوه الكامل اللي هو من الحائط قلنا المن لهذا الكيبل اللي نتج عنه تقلص الكيبل بسبب انخفاض درجة الحرارة، راح شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الدلتا بي التشوه الناتج عن قوة السحب اللي سلطناها قلنا بعد ما رجعنا الكوح حتى يرجع هذا الكيبل الطول الاصلي، زائدا اليلد اللي هي هذا المسافه نقطه الخضوع اللي بسببها اللي يعني اللي نتجت عن السبرينج مال الوولز، يعني صار عندنا الفتنس هنا. لان هنا قال لك افرض انه الواحد يعني الحيطان الحائط صار اكو مثل قوه جذب بين الحياطين وانجذبت نحو بعضها، فهنا يعني هذا الحائط كانه ما تحرك من هذه المسافه لهذه المسافه. احنا الدلتا تي الاصليه نمشي عليها على موضع الحائط الاصلي، فبالتالي موضع الحائط الاصلي راح يبقى كما هو، لان هذا نتج عن قوه التقلص الناتج عن تغيير درجه الحراره. زين بعدين من نتحرك الحائط وصل لهنا، خلينا نقول واحنا سلطنا قوه سحب، هذه قوه السحب حتى تعيد الالمن الكيبل للوضع الاصلي للطول الاصلي او للوضع الاصلي مالته، فرجع المن للحائط، فصار عندنا هنا هذه مسافه. فلذلك فالدلتا تي هذه الدلتا تي شو يساوي لنا؟ الدلتا بي زائد اليلد. طبعا هذا اليلد هو اللي قال افرض انه بالحاله الثانيه ايش قال لك؟ لك اسيوم ذات وول سبرينج توجذر، بان هذه الحياطين راح تنجذب نحو بعضها البعض at total distance 0.5، ومطيني هذه المسافة هي مقدارها 0.5 بالمتر، يعني مطيني مسافة الخضوع اليلد 0.5. فلذلك
حتى نطبق هذا القانون، فالدلتا تي احنا نعرفها هي الالفا في ال في الدلتا تي، الالفا في ال في الدلتا تي، هذه هي الدلتا تي. الدلتا بي هي السيجما في ال على الاي واليلد اللي هي عندنا معلومه. نجي نعوض عن الالفا اللي هي 11.7 في 10 اس ناقص 6، وال اللي مطين اياها هي 2.5، والدلتا تي طلعت لنا 40 مثل ما قلنا، 20 ماينس ماينس 20 راح يصير 40، ويساوي السيجما احنا نريدها ال هي 2.5 والاي 200 في 10 اس 9، وعندنا اليلد اللي هي 0.5 نحولها المتر نضربها في 10 اس ناقص 3، فعندنا مجهول واحد اللي هو السيجما، وراح نحصل ان السيجما تساوي لنا 53.6. ناخذ مثال الاختلاف. هنا عندنا ريجيد بلوك هافينج اماس اوف 5 ملي جرام. هنا عندنا بلوك عند الكتلة مالته اللي هي 5 سبورت باي 3 رودز، هذا الكتلة مرتبطة بواسطة 3 كيبلز، هذه الثري كيبلز متماثلة بالمكان as shown in figure مثل ما نشوفه بالهذا، determine the stress in each road، يقول ايش قد الاتشات في كل كيبل after temperature rise of 40 درجة سيليزية، إذا كانت درجة الحرارة ارتفعت بمقدار 40 درجة سيليزية. The lower end of the road are assumed to have been at the same level before the block has attached and the temperature change. إذن كانت على نفس المستوى قبل لا تتغير درجة الحرارة. Not the same the block will remain horizontal when it match. يعني أقول لك الجسم راح يبقى أفقيا. إذن عندنا هنا ثلاث كيبلات. هذا الوزن مالت الكتلة مالته 5 جرام، طبعا ملي جرام راح نحوله لكيلو جرام تصير 5000، نضربها من الملي للجرام قلنا نضرب في 1000 صارت 5000، نضربها في 9.8 اللي هو التعجيل الارضي، اذا ضربنا الكتلة في التعجيل الارضي راح يعطينا الوزن. اذا عندنا هذا الستيل او هذا البرونز او هذا الستيل الثاني، هذا مطيني 0.5 وهذا مطيني 1 الطول مالته وهذا 0.5، هذا لين ستيل وستيل متماثل، وهذه معلومات الاريا الكل رود اذا كان ستيل واذا كان برونز، الاي مال الستيل والبرونز، وكذلك الالفا مال الستيل والبرونز منطقيا. اذا هسه نريد نشتغل على هذا السؤال، عندنا هذا المستوى مالته، اذا راح يصير عندنا هنا تمدد بفعل درجات الحراره، بفعل درجات الحراره. اذا ها هي دلتا تي اللي نتجت عن التمدد درجة حرارة، هاي دلتا تي للستيل، هاي دلتا تي للبرونز، وهاي دلتا تي من الستيل. هذه الأورجينال ليفل اللي هو الطول الأصلي، هذا الطول الأصلي اللي كان قبل رفع درجة الحرارة. إذا بعد رفع درجة الحرارة راح ينطيني هذه دلتا تي اس، وهاي دلتا تي بي، وهاي دلتا تي اس. زين بعدين احنا ايش عندنا؟ احنا اصلا عندنا اصلا مسلط حمل اللي هو شنو؟ الوزن. اذا الوزن راح شو يسوي هنا؟ راح يسوي تشوه ثاني اللي هو ناتج عن البي مالت الوزن. اذا هنا راح يعطيني هذا الدلتا بي اس، وهي دلتا بي 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 بي، وهذا هو دلتا بي اس. اذا عندنا التشوهين، التشوه الاول الناتج عن الحراره بفعل رفع درجه الحراره، والتشوه الثاني اللي ناتج عن يمن عن قوه الوزن. اذا هنا عندنا مثل ما نتخيلنا قلنا راح نتخيل انه هذا الوزن ما موجود، حتى هنا نعتبر الاطراف حره، اذا تشوه الحراره راح يصير بصوره حره مثل ما قلنا لازم نتخيل، صار عندنا التشوه الحراري. زين هذا التشوه الحراري ايش عندنا مسلط وياه؟ وزن، فالوزن راح يعطينا تشوه ثاني، يعطينا تشوه ثاني ناتج عن قوه الوزن، عكس الاول اللي احنا قلنا راح تنتج هنا قوة سحب معاكسة لقوة التشوه في الكيبل حتى ترجع بالطول الأصلي. هنا لا، عندنا قوة وزن، فهذه القوة الوزن راح تسوي لنا أصلا تشوه ثاني. إذا بما معناه إنه هنا التشوه الحراري بالستيل زاد التشوه الناتج عن البي في الستيل، لازم شو يسوي لنا؟ التشوه الحراري بالبرونز زائدا شنو؟ التشوه الناتج عن 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 هذه القوه، وبالتالي راح نطبق هذه المعادله، التشوه الحراري للستيل هو الالفا في ال في الدلتا تي المن للستيل، بينما التشوه الناتج عن قوه الوزن اللي هو البي في ال على الاي للاي المن للستيل.
التشوه الحرارة البرونز هو الألفا في الألف الدلتا تي المين البرونز زائد إنه التشوه الناتج عن قوة قوة الوزن هو البي في الأل على الأي إي للبرونز. نعوض هنا بكل القيم هذه نعوض مال الستيل وهنا نعوض بقيم العفو البرونز راح نحصل انه هنا عندنا معادله راح تربط لنا بين عندنا ماتشولين اللي هو البي ستيل والبي برونز وراح نحصل انه البي ستيل ماينس 2.68 من بي برونز يساوي لنا 104 في 10 اس 3. زين هنا يقول another relation between بي ستيل and بي برونز obtained from the free body diagram. من الفري بودي دايجرام راح نحصل هنا راح نرجع لمن للاستاتيك صح ولا مو صح نرجع للاستاتيك طلاب هنا عندنا هذه البي ستيل يعني اذا اخذنا سميشن اف واي فان البي ستيل زائد البي برونز زائد البي ستيل لازم شي يساوي لنا الدبليو اللي هي الوزن وبالتالي هنا البي ستيل زائد بي ستيل راح يعطينا 2 بي ستيل يعني اخذنا سميشن اوف واي 2 بي ستيل زائد بي برونز راح يساوي لنا الوزن اللي هو الكتله في التعجيل الارضي اذا حصلنا معادله ثانيه اذا هاي معادله وهذه معادله نحلهم انيا راح نحصل ايش قد مقدار البي في الستيل وايش قد مقدار البي في البرونز. الاشاره السالبه طلاب مع الثاني ان اللود بالبي act oppositely so that assumed يعني راح ان القوة التأثير الحمل بمنطقة البرونز راح يصير بالاتجاه المعاكس احنا فرضناه مثلا فرضناه بالاتجاه اللي راح يكون فرضناه باتجاه الاعلى بالبرونز راح يكون تأثيره بالاتجاه الاسفل وهكذا. يعني بهذه الحالة انه البرونز ما راح يتمدد وانما البرونز راح شنو كانما راح يتقلص هذا راح يتقلص اللي هو حتى يعني بنقول مثلا يعاكس حالة التمدد في الستيل وتنتج عنا مخالفة بسيطة. اذا هسه الاتشاد بالنسبة للستيل احنا قلنا الاتشاد يساوي البي على الاي اذا البي عندنا معلوم والاريا عندنا معلوم اذا طلعناها البي والاريا عندنا معلوم اذا راح نحصل ان السيجما ستيل راح يطلع لنا 774 ميجا نيوتن تنشن والسيجما بي راح يطلع لنا البي هي 25 على 900 ويطلع لنا 78 كومبرشن. ليش قلنا كومبرشن طلعت لنا هنا الاشاره سالبه مثل ما قلنا فمعناه انه كومبرشن وليس تنشن مثل ما فرضنا بالسؤال. وبالتالي طلاب طلعنا المقدار الستريس بالستيل ومقدار الستريس بالبرونز مثل ما انا هنا الفكره بالسؤال انه التغير التشوه الناتج عن درجه الحراره هنا دلتا تي بعدين راح يضاف له التشوه الناتج عن البي او الوزن اللي هي دلتا بي. فهنا عندنا مسألة 62 هنا يقول لك استخدم الداتا اللي بالمسألة 259 يعني نفس المسألة اللي حليناها قبلها وحدد درجة الحرارة الضرورية to cause the applied load to support by the steel rod. يقول قد درجة الحرارة حتى أصير الضروري حتى شنو the temperature rise necessary to cause the applied load to be supported by the steel rod. المهم حتى ترجع يعني انه حدد ايش قد راح ترتفع درجة الحرارة المناسب حتى تكون كل الاحمال المسلطة هي مدعومة بواسطة احبال الستيل. هنا أنا راح نفس الطريقة راح نتحمل بانه هذه الاحبال عفوا الاحبال الروز غير مربوطة وبالتالي قلنا هاي هي الدلتا تي اس اللي راح يصير بالستيل وهاي هي الدلتا تي اس راح يصير هنا بالبرونز وهذه هي الفاينل ليفل او هذه الاوريجينال ليفل. اذا هنا يقول هنا راح نتخيل بان الاحمال غير مربوطه بالبلوك وبالتالي راح يصير التشوه بصوره التشوه الحراري راح يصير بصوره حره. هنا ارتفاع درجه الحراره راح شي يسبب التمبريتشر ديفورميشن التشوه الحراري اللي هو الدلتا تي اس
والدلتاتي ابروز، يعني التشوه الحراري بالستيل والتشوه الحراري بالبروز. زين البرونز هنا تكاري نولود، يعني هنا البرونز ما راح يحمل اي حمل. ليش احنا ايش قلنا؟ قلنا احنا نفرض ان نريد ايش قد راح ترتفع درجه الحراره او لحتى تكون الاحمال مسلطه فقط على من؟ فقط على الحبال اللي هي في الستيل. هذا التغير بالسؤال، انه الاحمال راح تكون مربوطه فقط بمن؟ بالكيبل اللي هو الرود اللي هو الستيل. اذا هنا ذا فاينل ليفل steel rod must with يعني هنا قلنا the final level of the steel rod must coincide with the ancestral expand length of the bronze. يعني لازم يكون هنالك تزامن بين الستيل رود بالحبال اللي بالستيل والان سترست اكسباندد لينث اوف ذا برونز، والبرونز اللي هو المتوسع تحت بدون ضغط فقط عن طريق التشوه الحراري. اذا هنا الرود ار بي تو ذا سيم فاينل ليفل، هنا بالاخير راح توصل الى نفس السيم فاينل ليفل، وبالتالي the steel rod must go through the load deformation delta bs. انه هنا راح بسبب يعني التشوه الناتج الثاني، التشوه الثاني الناتج عن ال P راح caused by the poly PS راح ينسحب الى ان يوصل الى نفس خلينا نقول المستوى. Each of which must be equal to one half of the weight or 0.5 في 5000. يعني انه هنا كل كانما يقول كل كيبل راح ياخذ تقريبا نص الوزن حتى يصير هنا يعني يصير توازن بين الكيبل الاول والكيبل الثاني للستيل. اي ان التغير الحراري بالبرونز، هذا التغير الحراري بالبرونز اللي الكلي، يعني هذا التغير الحراري بهذا البرونز راح شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التغير الحراري بالستيل زائد التغير الناتج عن القوة بالستيل. يعني الستيل العفو البرونز قلنا ماكو اي قوة، ماكو اي حمل مسلط عليه، الحمل راح يكون فقط على الرود ستيل والرود ستيل، وبالتالي فان هذا راح يتشوه حراريا البرونز الى ان يصل الى هذا المستوى اللي هو راح يساوي انه التشوه الحراري الناتج عن التشوه الناتج عن الحراره الستيل زائد التشوه الناتج عن الوزن. من نجي نطبق التشوه الحراري للبرونز هو الالفا في الال في الدلتا تي للبرونز، التشوه الحراري للستيل هو الالفا في الال في الدلتا تي للستيل، بينما التشوه الحراري الناتج عن القوة اللي هو الدلتا بي راح يساوي البي ال على الاي في الاي للستيل. اذا هذا هو التشوه الحراري الناتج العفو هذا التشوه الناتج عن القوة للستيل، هذا التشوه الناتج عن الحرارة للستيل، وهذا هو التشوه الناتج عن الحرارة للبرونز. اذا التشوه الحراري الناتج بالبرونز يساوي التشوه الحراري بالستيل زائد التشوه الناتج عن القوة في الستيل. وبالتالي من نعوض الالفا معلومة اللي هي 18.9 تغير في درجة الحرارة احنا نريده، مو ال موجود هو واحد حسب الجدول، الفا مالت الستيل موجودة، ال موجودة ايضا طولها 0.5 تغير في درجة حرارة احنا نريده، زائد البي هنا البي هو 24.53. ليش اخذنا 24.53؟ لان قلنا هنا هذا الوزن each of which must be equal to one half of the weight، يعني هنا حتى يصير هذا التشوه متناسق وتنسحب هذا يعني الكابلات الستيل الناتج او يصير تشوه ناتج عن قوة بصوره متناسقه، لازم الوزن اللي مرتبط بهم يتوزع بالتساوي على الكيبلين. يعني احنا الوزن قلنا ايش قد؟ 5000 في 9.81، اذا نضربه في نص حتى نقسمه الى نصين، حتى النص يروح لهذا الكيبل ستيل والنص الثاني يروح لهذا الكيبل ستيل، حتى يصير تشوه مالتهم تشوه منتظم ويصل الى نفس الطول. وبالتالي اخذنا البي هنا 24.35. حصلنا اذا هنا راح يصير عندنا دلتا تي وحده هنا اللي هي
مجهول واحد وبنحصل أن تنتهي ل 9.4 درجة سيليزيوم. هذا هو الجواب مالتنا. هنا فكرة حلوة بالسؤال، غيرنا بالسؤال إنه شلنا الحمل من البرونز وخلينا الأحمال فقط على الستيل، وبالتالي صار سؤال ثاني وفكرة ثانية. عندنا مسألة 261 ومسألة 262، واجب عليكم طلاب. مسألة 63 مسألة بسيطة جدا إن شاء الله. هنا عندنا كذلك ستيل 10 متر طوله، عندنا راح يعطينا الكلينرز 3 عندما كانت درجة حرارة 15. وايش قد درجة الحرارة اللي يقول ايش قد درجة الحرارة اللي لا 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 هذه اللي لامست هذا القضيب، العلم انه ان ستراس وود بي تمبرتشر اوف ذير نو انيشال كليس، يعني كان ماكو هنالك اي كليرنس عندنا، فايش قد درجة حرارة اللي لامست هذا القضيب سببت انه هذا الكليرنس. طبعا التمبرتشر او التشوه اللي هو نتج عنه نتج عن الحرارة دلتا تي يساوي الالفا في ال في الدلتا تي. اذا الدلتا تي اللي هو تي اف ماينس تي اي، احنا التشوه مطيني ايش قد؟ 3. قايل لك انه هذا الكليرنس اللي هو 3، هذا الطول مثلا هذا الطول الاصلي، فسبب في بدرجه الحراره انطانا مثلا، فايش قد درجه الحراره اللي لامست هذا القضيب اللي خلت طوله يزداد بمقدار مثلا، او يصير عندنا تشوه حراري بمقدار 3 ملم. اذا هذا هو مقدار التشوه الحراري اللي هو مقداره 3 ملم، قال لك الكلينس 3 ملم. اذا ايش يريد؟ يريد ايش قد درجه الحراره اللي خلت لامست هذا القضيب وخليته يتمدد ويوصل لهذا الطول. احنا نعرف ان دلتا تي قلنا تساوي الالفا في الالفا في الدلتا تي، والدلتا تي هو تي اف ماينس تي اي. زين الدلتا تي عندنا معلومه 3، الالفا معلوم بالسؤال، والتي اف احنا نريدها والتي اي معلومه اللي هي 15 درجه سيليزيوم. اذا راح نحصل ان تي اف تساوي لنا 40.64 درجه سيليزيوم. اذا اردنا الاجهاد احنا نعرف انه الدلتا تساوي دلتا التغير بالطول هو نفس التغير الناتج عن التشوه الحراري، فسيجما في ال ال اي يساوي سيجما في ال في الدلتا تي، فال وال تروح. اذا يبقى لي الاي تجي اللي هنا، فصارت الالفا في الاي في التي اف مع ناقص تي اي، وهذا كل المعلومات، الالفا معلوم والاي معلوم والتي اف معلوم والتي اي معلوم، وراح نحصل على المقدار الاتشاد الناتج اللي هو 60 ميجا باسكال. هذا الطلاب فوق سؤال واجب 264 265 ايضا سؤال واجب، وناخذ سؤال اخير بعد اللي هو سؤال 266. هنا يقول في ال 20 درجه سيليزيوم عندنا ريجيد سلاب هافينج ماس 55 ملي جرام، عندنا هذا الجسم كتلته 55 ملي جرام، وضع عليه من الات قضبان 2 من البرونز وقضيب من الستيل مثل ما شاف في الشكل. يقول at what temperature will the stress and the steel rod be zero؟ يقول ما هي درجة الحرارة حتى يكون الإجهاد بالستيل صفر؟ مطيني الأريا مال الستيل، مطيني الأي مال الستيل، مطيني الألفا مال الستيل، وكذلك مطيني الأريا مال البرونز والأي مال البرونز وإيش قد الألفا مال البرونز. بما معناه إحنا نعرف أول مرة هذا القضيب مال الستيل وهذا قضيب مال البرونز، اذا هذا هو التشوه الناتج عن الحراره، وعندنا التشوه الناتج على اليمين عن الوزن، طبعا راح يصير تقلص بسبب التشوه الناتج على اليمين عن الوزن. اذا اول ما نطلع الوزن، الوزن راح يساوي 55 نضربها في 1000 حتى نحولها الى من الكيلوغرام، بعدين نضرب في 9.8 واحد حتى تحول هذا الكون نيوتن. اذا الستراس ان ستيل رود ايش قايل لك؟ زيرو، بما انه الاتشاد بالستيل صفر، اذا معناه انه هذا الوزن قوة الوزن راح تتقسم فقط على البرونز، مثل المسألة من الساعة اللي اخذناها من قلنا الوزن راح يتقسم فقط على الستيل، هنا كأنما عكسناها، هنا الوزن راح يتقسم فقط على من؟ على البرونز، ليش؟ لان الاتشاد بيمن بالستيل
صفر، يعني هنا ماكو اي وزن جاي ياثر علي من على الستيل، فمعناه ان الوزن راح يتقسم المهم الى قسمين متساويين على البرونز اللي هو راح يطلع لنا هذا المقدار، قسمنا الوزن على اثنين طلع لنا قيمه البي او قيمه اللي سلطها الوزن على من على البرونز، لان اللي تشاد بالستيل صفر، وبالتالي فان التغير في الستيل هو نفس انت لازم شو يسوي لنا التغير بالبرونز، العفو بالبرونز، التغير بالستيل اي ان التغير بالستيل راح شو يساوي التغير الحراري، يعني الناتج بالستيل راح شو يساوي التغير الحراري الناتج بالبرونز ناقص التغير الناتج عن الوزن او الكتله، وبالتالي هنا التغير الحراري بالستيل اللي هو الالفا في الالفا دلتا تي، التغير الحراري بالبرونز هو هم الالفا في الالفا دلتا تي البرونز ماينص هنا التغير في البي في الال على الاي في الاي، هذا هو التغير الناتج عن الوزن او القوه. فنلاحظ هنا الفاينل الانيشال موجوده 20، فقط عندنا فقط التي فاينل هي المنشوله وراح نحصل عليها وتطلع لنا 129.2 درجه سيليزيوم. هنا طلاب اذا ننتبه ليش صار التغير الحراري بالستيل يساوي لنا التغير الحراري بالبرونز، بالبرونز ناقص التغير هنا. هنا طلاب هذا البرونز، البرونز نتشوه من هنا لهنا فقط، وبالتالي ننتج عنه فقط التشوه الناتج عليه من عن الحراره. بالستيل صار عندنا تشوهين، تشوه اللي هو عن ناتج عن الحراره وتشوه الناتج عليه من عن الوزن، لكن التشوه الناتج عن الوزن ما صار بالستيل، عفوا تشوه بالوزن ما صار بالستيل، هذا العفو الستيل وهذا البرونز. بالستيل صار عندنا تشوه، شنو قلنا؟ تشوه فقط عن الحراره، هذا الستيل العفو طلاب وهذا البرونز، فهذا التشوه اللي هو الدلتا اس النتج عليه من بالستيل النتج عن الحراره، مش حكي لا، بينما البرونز عندنا تشوه نتج عن الحراره وعندنا تشوه نتج عليه من عن الوزن، فبالتالي لازم يعني انه هذا التشوه الحراره النتج التشوه النتج بالحراره نقص منين؟ من التشوه النتج من العفو من الوزن حتى يطلع لنا التشوه الناتج الحراري النتج بالستيل، لان التشوه النتج بالبرونز هو اكبر من التشوه النتج بالستيل، فبالتالي هذه الكميه كانما نقصها من هذه الكميه ويطلع لنا مقدار التشوه الحراري بالستيل، وبالتالي راح نحصل على درجه الحراره اللي طلبناها. اتمنى انه كان شرحك جدا بطيء اعتقد، وبالتالي حتى مقطع الفيديو طول اكثر من 37 دقيقة، أنا آسف على الإطالة وشكرا لكم، أتمنى أنه كان شرح بطيء جدا وقدرت أوصل لكم المعلومة، وانتظر أسئلتكم إن شاء الله بالكلاس.